صباح الخير. صباح الخير ايه بس؟ انا قلت خلاص انت بعتيني واختفيتي. يعني بعد كل اللي عملته عشاني واطلع انا نادله في الاخر. وبعدين بقى انت وعدتني ان انت عمرك ما هتسيبني. فاكيد مش انا اللي هسيبك. انت فين دلوقتي؟ وايه اللي مشاكي؟ وما قلتليش ليه؟ انا فين؟ انا في مصر عند عليا صاحبتي. ايه اللي مشاني؟ خفت. لقيت نفسي قاعده لوحدي في مكان ما اعرفش فيه حد. ما استحملتش نص ساعه ونزلت. ما قلتلكش ليه بقى؟ لأني عارفة إنك مش هتوافق. يلا قوم البس هدومك وتعالى. هتجيلك مصر دلوقتي؟ نعمل إيه؟ نفكر هنا هيسة بهدوء بعيد عن الضغط اللي هناك. بص أنا نازلة دلوقتي معالي صاحبتي عشان أأجر شقة هنا. أول ما أأجرها هبعت لك العنوان عشان تيجي. أوكي؟ ماشي. ماشي يا فرح. ماشي يا مورطة يا موترة. الحمد لله إنك بخير. يلا. سلام. سلام. بونجور. بونجور. تعرف ان ده اول يوم انام فيه كويس من ساعة اللي حصل؟ ايوه. ايه بقى اللي حصل؟ انا اصلا مش فاهمه حاجه. حاجات كتير قوي عليا حصلت. عايزه يجي 100 سنه عشان تتحكي. طب يلا يلا البسي عشان ما نتاخرش واحكي لي في الطريق. يلا. بقية في حياتك يا حاج. شوف يا عبد القادر، الكلام اللي انت قلته في النيابة ما دخلش في ذمتي بصاغ، عشان ضاحي وعزت كانوا صحاب وكانوا شركة وحبايب الروح بالروح، يبقى هيقتلوا ليه؟ أنا كدب عينيا يا حاجة،